زيارة صغيرة بس بأهميتها كبيرة كتير. أهلين صباح. أهلا وسهلا. أهلا وسيم. وسيم اشتقنا لك هيك يعني، رحت وما في لا طلي ولا مشغول كتير بالإيام. لا أنا عم طل دايما دايما بحضر استوديو الفن على التلفزيون. آه بتطل من برات الشاشة يعني مع الجمهور. أهلا وسهلا فيك على كل حال. صبوحة شو أخباركم؟ شو أخبارنا؟ أخبار منيحة كتير. عظيم لك. بيقولوا اللي ما عنده أخبار تبقى أخباره منيحة. هذه من ناحية شخصية طبعا، بس من ناحية عامة لابد أنه في أخبار. من ناحية فنية أكيد عم نحضر روايين الله راد ل 28 هالشهر بسينما ستاركو. رواية حلوة يعني؟ ما بعرف. أنا بشوفها حلوة مش عارفة بقى. أنا سألتك عنها يعني مخصوص لتصوري أنه وسيم له علاقة بتأليف الرواية يعني نوعا ما. نوعا ما. الحقيقة أنتوا عم تشتغلوا سوا هيك منعرف، بس ممكن ناخد فكرة عن شغل كل واحد. أنا بالنسبة لإلي الحقيقة أول مرة الألحان بقدر أقولك إنه ما بقدر فرق بين لحن ولحن من كتر ما هني حلوين. يعني حتى أنا أقول شي حلو أكيد بيكون حلو، لأن أحيانا بتعرفي بقلك مش بطال وإن شاء الله يكون منيح. طيب ممكن، بس هالمرة الحقيقة الألحان حلوة كتير. طيب ممكن تعطينا فكرة عن مين ألفون؟ في لحن لأستاذ فريد الأطرش تأليف توفيق بركات، وفي لحن لأستاذ بليغ حمدي المؤلف من مصر، وفي أستاذ مارون كرام كمان عملنا لحن تلحين وليد، وفي ميشيل طعمي عمل لي كذا غنية كمان، والألحان طبعا في ليمون وهبي وبليغ وفريد ووليد وإلي شويري عمل لي لحن وطني حلو كتير. مهرجين كامل. طب صباحة قلتي إنه الألحان حلوين كتير كتير، أي لحن منهم بدك تدوقينا منه شوي؟ هلا هيك بقى الحشرة مثل ما قلك بالعادي. ما أنت ما عرفتي؟ انت ما عرفتي هالمره انا مش هغني وسيم؟ لا ما مغنى معي بالرواية معي. طب وسيم، طب وسيم قلتي الالحان حلوه اللي بده يغنيهم وسيم حلوين، معقول هالشيء؟ الحانك انت كيفيه؟ انا ولا طلبت من ميشيل طعمي انه يالف لي غنية، رفض. مارون كرم رفض، كله رفض. كتبت. طب وسيم سمعنا غنيتك، لانه صباح ما بدك تغني. انا في غنية لصباح بغني، مش بغني، بعمل فيها اقول وايه ونعم ولكن بس. طيب وصباح شو حسبوا علي غنية؟ ما انا عم بعمل ستاج مع صباح هلا بالاغاني. شوي شوي. طب بهالغنية اللي بتقول لكن واسم ربما، صباح شو بتقول؟ انا اكتشفت انه عنده عقدة، بحب يلحن ويغني، فقلت له انا يعني الحقيقه يا حياتي فش عقدتك، غني لك شوي، غني شي شوي. بس تتلحن يعني بدك شوي وقت معك. صباح لقلك الحقيقه انا شعر انه انت وسيم مطابقين وجايين عم تستلموا السؤال والجواب لحتى ما ابشر منك غنيه. بس انا الحقيقه شوي عنيده، وبعدين حسي بمني عنيده، ما بسترجي ما اطلب وصر بوجود كل هالجمهور قدامنا. في اعمل لي غنيه. رح سمعك شوي من غنية أستاذ فيليمون وهبي، وهو كمان عمل دور كتير حلو معنا بالمسرح. عيني يا عيني ادمعي ويا آه من صدري طلعي، كل الأحبة تجمعوا وأنا حبيبي مش معي. عيني أولاً حبيبي، ما تصدق كلمات الغنية. لا حبيبي مش معي على المسرح، مش معي بس بالتلفزيون يحو معي. كانت ضيعتي ما شفتيه قاعد ولا. طيب قولي لي المسرحية أمتى بتبدأ؟ رح تبتدي 28 الله راد شباط بسينما ستاركو. وأمتى بتخلص المسرحية؟ سنتجين الله. لو تشوفي شو بتمقطع فيه بالمسرحية لوسيم فيشي خلقي تمام على المسرح. آه يعني بالبيت ست بيت. ست بيت بالمعنى التقليدي مش بالمعنى الصباحي يعني. بس على المسرح فشيت الخلق تمام. طيب في عندك شيء تخبرنا اياه على المسرح على القليل يكون مضحك شوي؟ هيئتك قاعد هيك وجدي وبدك تغني وقصصك بالويل. لا ما بدي غني هادي، هي شيء اكيد مش هعمله يعني، لان البرنامج بعده باوله، ف احسن ما الناس يفلوا يعني. بس بالنسبه للمسرحيه في ادوار عديده، كاركترات يعني صعب كثير الادوار فيها هالمره. بين الادوار الصعبه دور صباح كثير صعب،
كتمثيل يعني كتمثيل بعتبر انا انه اصعب دور اري مش حتى كاتبه يعني اري بحياتي او شايفه على مسرح عم تلاقوا حلو كتير. في الياس رزق عنده دور كمان كتير صعب والي شويري عنده دور صعب يعني نحن سونيا عاملين بتعرفي عاملين بلد فبلد خيالي مش موجود الدولة تبع هالبلد مكونة من ورق لعب يعني في الرية تبع ورق لعب في الأشوش وفي الملكي وبعدين في الجوكرية هدول بيحكموا هالبلد وبصير اشياء بقى فانتزي بتعرفي فيها حرب وفيها شغلة واحدة من الموضوع هي انه صراحة الملكة ما هي لا مش ملكة شفتي كيف غلطتي طيب انت شو لكين بس زوجي هي صباح دور مليونيرة طيب قلتي لي عن اغاني كتير ما في اغنية تانية كمان حلوة مثل اللي سمعناها في كتير قولي اغاني حلوه ممكن يعني كمان ممكن نطلبه منه في اسعد كمان اخذ دور معنا دمه خفيف كتير ما اسعد ما بيغني كمان ما هيك ولا خليته يغني لان كلهم غنوا الا هو يمكن طبعا يعني اسعد فنان كبير بس انا برجع بطلب منك اغنيه رح سمعك شوي من اغنيه من غنية بليغ حمدي جاني وطلب السماح اللي جرحني وراح عيني مني طلب السماح اللي حرمني من الأفراح جاني يبكي على جرحي جاني يتمنى فرحي رديت حبيبي تعالى 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 جنبي هنا هنا وارتاح قلبي من يومها يا روحي باعت لك السماح السماح طبعا بتصور في اغاني فيها مواويل حلوين ايه في كتير في كتير مواويل اكيد ايه في مواويل وفي كل شيء شو بدك يعني وفي دبكات وغنيت فريد اسمها يا دلع دلع هيك شعبيه كتير مواويل صباح وخلص لا لا ما بقى شعب عليك هلا كتير مواويل طيب اهلا وسهلا فيكم موافقين بفتكر انت بدك تذكرنا ب انت بتبتدي المسرحيه مع انه ما راح تخلص الشهر 28 شهر اهلا صباح شكرا اهلا وسهلا فيكم